FM. الكلمة ليك. صوت روبرت بلانت مطرب ليد زيبلين على امواج كاب اف ام هذه 23 دقيقه. مرحبا بكل مستمعينا ومستمعاتنا. درايف تايم في عددها الاخير بالنسبه للشبكه الرمضانيه. مره اخرى رحبوا بضيفنا سي محمد فيسي خبير محاسب اللي يحكينا الوضعيه الاقتصاديه تقريبا شخصنا شنو الوضعيه. حكينا على تقرير البنك المركزي وخاصه لاتر رساله محافظ البنك المركزي سيد شادي العياري. خذنا تقريبا اهم محاور نتاع الرساله وتو باش يحكينا محمد على التوصيات شنو هما الحاجات اللي لازم نقوموا بها وما عادش عندنا الحق باش نزيدوا نوخروا فيها. كما قلت منذ هما توصيات كما قلت لك واضحين اللي هما اولا تقليص من العجز من ميزانيه الدوله ولو انه تحسن شويه العجز هذايا اللي في مستوى والله في مستوى منضبط. استنى نقول لك نشوف. عندك برشا ارقام قدامك. عندي برشا ارقام 4.8 من الناتج. اي بالطبيعه لا من الميزانيه. قلنا 2014 في 5.1 هذا الاول وسورتو الي فير دي دي عجز الميزانيه. نحكيو على عجز الميزانيه البيدجي دو ليتا لو ديفيسي بيدجيتير 4.8 دو بيدجي دو ليتا. هو المفروض يكون يقرب. المفروض احنا كنا في واحد سنة 2010 والكريتير دو ماستريس كان حب نحلو قوس 3 وفرنسا في 4 و 3 7 وتوقع الكريتير دو ماستريس 3% العجز ما يلزموش يكون 3%. اليوم احنا كنا 5.1 اليوم 4.8 من التقليص. ولكن الاهم التقليص هو ريانجونسي اوترومون لي ديبونس دو بيجي ديتا بلوس دو ديبونس اعاده هيكله المصاريف بلوس دو ديبونس فير الاستثمار لانه كريت هو الاستثمار هو كرياتور. احنا اليوم نخلصوا في موظفين والاداره ما تنتجش. ما عندي شيء ضد الموظفين لكن الاداره الديتوري للريشيس وهذا في العالم كله. اللي يخلق ريشيس هو الانفستيسمون هو الاستثمار ولا ريشيس كري دو لومبلوا. دونك الي ريدوير دو ديفيسي اي الي الي بلوس دي ديبوند نحو الاستثمار. ثاني حاجه هو تعزيز القدره الجاذبيه البلاد لاتراكتيفيتي دو بي باش نستقطبوا الاستثمارات الاجنبيه المباشرة. عندهم دورين استثمارات يسرعوا في نسق التطور بوس لا كروسونس اميليور اليمونت لا كروسونس ويخفوا على عجز ميزان الدفعات. يعني فلوس جايه من برا من برا باش يجيب الكابيتال من برا فلوس تدخل من برا. ثالث حاجه هو وضع الاليات اللازمه للتقليص من الديونيه الخارجيه. اليوم احنا اوني باسي دو 40% à 15% نسبة المديونية 53% دو بي بي. ثم بلدان أخرى كما تالي عندها 100% ولا كما فرنسا هما يفوقوا حتى 100%. لكن هذوما بلدان عندهم لورو وعندهم دور ميكانيزم تاعهم ما يمش طول على اليوم 53% ما يتقارنوش برشا. لأن الوقت شوف في كي تاخذ أنت في ميزانية الدولة اليوم عندنا 18% من ميزانية 2015 للبوس سيرفيس دو لا ديت باش نخلصوا لي زانتيري ولو برينسيبال ونزيدوا نقترضوا باش يطلع هذا او ديتريمون دو كوا او ديتريمون دي زوتر بوست اللي هما لي بوست ديدي على انفستيسمون في الميزانيه والبوست الاخر ديدي او دي بوست نقعدوا نخلصوا في القروضات نتاعنا تعود الفلوس هذوكم نستعملوهم باش نستعملوهم دو كوا او ديتريمون دي ديبونس كي فونت اتر لوي او بيدجي دو انفستيسمون اللي كيما قلت لك انت باش نستثمروا في سبيطارات وطرقات ومدارس ومعاهد اتسيتيرا. رابع حاجه هو تعزيز اسس النظام المالي البنكي متر نيفو لو سيستيم بانكير اليوم رغم القوانين اللي خرجوا. نقول لك بكل صراحه طون كو نو فابا نو ديباس با بال ان مازلنا بهدرة. وبكل صراحه انا خدمت برشا سو لا غوفرنونس بانكير في ماروك في 2014 2015 نجم ما نقارنكش بسويسرا ولا ما نقارنكش بامريكا نقارن تونس المغرب في الميدان هذايا متطوره اكثر علينا. البنوك التونسيه تربح بفلوس ال سون دون اون ايكونومي دو رونت بكل صراحه اون فري ايكونومي دو رونت. انا كي رابانكا تربح الخمس نتاع الكابيتو بروبر نتاعها في عام ولا حتى اربعه يا خويا ان الاوان اليوم لانه بتعرف انت ستار رواج ايسونسيال بور لو فينونسمون ولا قدر الله ما باش تاخذ اكثر مخاطر وباش تمول اكثر المؤسسات وهذا في تقرير الصندوق النقد الدولي كل مره يحط حاجتين تقليص من ريجيديتي السوق التصغير اكثر مرونه للسوق التصغير العمل من اجل دعم الشفافيه ومقاومه الفساد واخيرا العمل على تقليص مستوى الاقتصاد الموازي. هذوما تقريبا بعجاله مجمل لي ريكومونداسيون. نجمو نزيدو نرجعو نعرجو عليهم بعد شويه بعد ما نسمو الاخبار في الساعه الثالثه والنصف.
على كاب اف ام. كاب اف ام الكلمة ليك.